كشفت منظمه مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه الانكداد في احدث تقرير لها كشفت ان مصر جاءت في المركز الثاني في قائمه اكثر الدول العربيه جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر خلال عام 2022 بعد دوله الامارات ويعد مشروع تطوير منطقه راس الحكمه خطوه تاريخيه لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كونها اكبر صفقه استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر بالاضافه الى ان هذه الصفقه تتميز بكونها تعتمد على الشراكه وليس بيعا للاصول لذلك فان الصفقه الاستثماريه الخاصه بمشروع تنميه مدينه راس الحكمه ستحقق عددا كبيرا من المكاسب للدوله المصريه